تواصل تركيا دعم الإرهاب وزعزعة استقرار الدول واستفزاز دول أخرى، وذلك بتنسيق ودعم من قطر الداعمة للإرهاب أيضا، وهذا ما كشفته صحيفة هندوستان تايمز الهندية حول الدور الذي تلعبه تركيا بقيادة رئيسها رجب أردوغان في الهند. وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة، فإن المنظمات الإرهابية المتطرفة في أجزاء من البلاد بما في ذلك كيرالا وكشمير تتلقى الدعم والتمويل من الجماعات التركية المدعومة من حكومة أردوغان في أنقرة. مسؤول حكومي رفيع المستوى قال إن هناك محاولة من تركيا لجذب الهنود المتطرفين وتجنيد الأصوليين، وأضافت الصحيفة أن هذا يأتي في محاولة لأنقرة لتوسيع نفوذها بين مسلمي جنوب آسيا بقيادة أردوغان وتقديم تركيا المحافظة المعادي تشكيلها مع التقاليد العثمانية كنموذج للدول الإسلامية الأخرى. ويقدم أردوغان نفسه كحام عالمي للمسلمين مثل الخلفاء العثمانيين، وقد اتخذ العام الماضي خطوات لبناء تحالف من الدول الإسلامية غير العربية. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة أردوغان تمول الندوات الدينية في الهند وتجند الأصوليين، حتى أنها ترسلهم في رحلات إلى تركيا لتعزيز تعليمهم. كما أشارت المراجعة الأمنية إلى منظمة إسلامية متطرفة تتخذ من ولاية كيرالا مقرا لها ويتم تمويلها من تركيا. وقال مسؤول حكومي: نحن على علم أيضا بأن بعض الأشخاص من هذه المجموعة يسافرون إلى قطر للقاء بعض الأشخاص من تركيا للحصول على تمويل لأنشطتهم. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر العقيلي.